كل يوم يا سلام نكتشف المزيد من الآثار السلبية للمأكولات السريعة والمشروبات الغازية علينا وعلى صحتنا. هي؟ لكن في الفترة الماضية نشرت دراسات تربط المأكولات السريعة والمشروبات الغازية بضعف معدلات الخصوبة عند الرجال والنساء. خلنا نبدأ مع المشروبات الغازية. فدراسة أمريكية كشفت أن شرب عبوة واحدة يومياً يزيد خطر ضعف الخصوبة 25% عند النساء و 33% عند الرجال. والخطر يزيد مع مشروبات الطاقة. والمذنب الأساسي هو السكر المكرر الموجود بكثرة في هذه المشروبات. هي نعم يا سلامة. وبالنسبة للمأكولات السريعة، لاحظت دراسة أن النساء المتزوجات اللي يأكلون فاست فود أكثر من 4 مرات بالأسبوع يزيد عندهم خطر التأخر والإنجاب 16%. تم ربط الخطر بكميات الدهون والملح. وتخيلي يا سلامة أن كل زيادة بنسبة 2% من الطاقة اللي أخذها من الدهون المتحولة تؤدي إلى زيادة بنسبة 73% بخطر العقم عند النساء. مثل ما يقولون لغة الأرقام هي الأصدق. عساكم دوم صحة وسعادة.